اهلا بحضراتكم من جديد. معايا دلوقتي بقى حراس مرمى النادي الاهلي فريق 2005، ما شاء الله الاربع حراس موجودين معايا دلوقتي. حازم جمال، شرفنا ومنورنا يا حازم. شرف ليا طبعا يا كابتن اكون مع حضرتك. ايضا حارس المرمى النادي الاهلي بدر الدين وليد، شرفنا بدر. بنور حضرتك كابتن، طبعا مبسوط ان انا مع حضرتك على قناه الاهلي، وشرف لاي حد انه يكون موجود في المكان ده. ايضا حارس مرمى النادي الاهلي محمد سيد مختار، اهلا بك كابتن. محمد، اهلا بك كابتن اسامه، طبعا شرف كبير ليا ولاي حد ان هو يبقى قاعد حضرتك مع حضرتك هنا طبعا. ايضا حارس مرمى النادي الاهلي يوسف غريب، شرفنا ومنورنا يوسف. بنور حضرتك كابتن، يعني شرف لينا طبعا ان احنا مع حضرتك النهارده على قناه النادي الاهلي. عجبني قوي واحنا في الفصل العلاقه اللي بتجمع ما بينكم. دايما نجاح اي فرقه لما تلاقي الناس كلها على قلبها على قلب بعض، وانتوا هنا النهارده يعني ما شاء الله. يعني يوسف حازم شارك فتره اطول، لكن كل الناس شاركت، كل الناس ما شاء الله تصعدت، معظمكم صعد درجه اولى، الفيل صعد 2003، فكلكم ان شاء الله يعني في اهتمام كبير عليكم. نبتدي الاول مع حازم. حازم قول لي يعني في مشوار البطوله او قبل ما بتبتدوا بطوله زي 2005 وهي بطوله قويه، انتوا كلاعيبه الاول في بدايه فتره الاعداد كنتوا دايما بتتكلموا علشان حسم البطوله؟ اه طبعا كنا بنتكلم ان احنا محتاجين نحسم البطوله، لان احنا السنه اللي فاتت ما توفقناش وما خدناش البطوله، فاحنا السنه دي كمان كنا داخلين اقوى من السنه اللي فاتت. اتكلمنا مع بعض اللي احنا محتاجين نحسمها بدري، وفعلا قدرنا ان احنا نعمل كده الحمد لله. مباراه صعبه اللي كانت من يعني كنتوا مستعدين ليها، او الكلام اللي بيدور دايما معاك مع المدافعين اللي قدامك، مستنجي ومعتز يوسف جمال، كل الناس اللي بتلعب قدامك دايما بيبقى في كلام كتير ما بين حارس المرمى وخط الدفاع. اه طبعا احنا اكتر ناس بنتكلم مع بعض في الملعب، لان احنا اخر خط موجود في الملعب، فلازم بنوجه بعض دايما، بنبقى مع بعض. مثلا لو في واحد سرح بنفوقه وبنرجعه للماتش، لازم يبقى في كلام ما بيننا وما بين بعض طبعا. بدر الدين، قول لي يا بدر، كابتن محمد فتوح مدرب حراس المرمى طبعا بيعمل معاكم شغل. اه طبعا هو في ظهرنا على طول، وهو سبب من الاسباب ان اخش النادي. هو بقالك كام سنه؟ انا دي تاني سنه ليا. هو سبب من الاسباب اللي يخش النادي، ودايما واقف في ظهري، وسبب من الاسباب ان انا اطلع 2003 كمان. فهو بيلعب على العامل النفسي كويس قوي، والعامل التدريبي طبعا في المعسكر وفي التمارين دايما شغال معانا، وما بيقصرش في حق حد خالص، وشغال بضمير بصراحه. ابرز التعليمات اللي بيقولها لكم دايما؟ دايما بيدينا ثقه في بيدينا ثقه، ودايما بيتعامل ان احنا كلنا واحد، مفيش حد اساسي وحد احتياطي، احنا الاربعه واحد، احنا الاربعه جاهزين نلعب في اي وقت. بس مختار، لو في مباراه واقف فيها حازم وحصل فيها مثلا خطا من حازم، ممكن الكابتن فتوح يجمعكم كحراس ويتكلمكم كلكم في الخطا دوت، علشان لو حد وقف يتجنب الخطا ده مره تانية؟ اه طبعا تاني يوم في التمرين بنقف مع بعض احنا الاربعه وبنتكلم الخطا ده حصل ليه وازاي وهكذا يعني، وبنصلحه في التمرين طبعا وبنشتغل. قول لي يا يوسف بقى، ابرز التعليمات برضو اللي دايما حريص الكابتن فتوح بيقولها لكم في التدريبات؟ دايما بنركز في التمرين نبقى مدينه 100% من الباور بتاعنا، ودايما نبقى هاديين، ما نبقاش مستعجلين مع الكور، عشان طبعا كحراسه مرمى لازم نبقى هاديين ونركز طبعا على كل كوره. ما ينفعش تكونوا معايا ومسال. اه شفنا اللقطه اللي فاتت في الاحتفالات، مين اللي كان قاعد على العرض؟ حازم ومختار. حازم ومختار. حازم ومختار، انتوا الاثنين طالعين على العرض. فين بقيه الحراس؟ ما انا اللي طلعتهم، تعبوني الصراحه. اه والله متعبين جدا. بس لقطه من اللقطات الحلوه جدا. ما ينفعش وانتوا معايا النهارده ما اسالكوش عن محمد الشناوي، واحد من الحراس المميزين جدا طبعا، مش في مصر بس، لا ده في افريقيا كمان. لا طبعا ما شاء الله عليه، حارس كبير بقى له اكتر من 3 4 سنين 5 سنين فارض سيطرته في مصر وفي افريقيا كلها ما شاء الله عليه. لما طلعت درجه اولى مرت مع درجه اولى حازم، صح؟ مرنت. اه قول لي ابرز الكلام اللي كان بيدور ما بينك وبينه. كان بيديني تعليمات كتير جدا في على الشخصيه عموما او ويس. في الكوره، بس كان اكتر على الشخصيه. بيقول لي يعني ان انا مثلا كانت اول مره طلعت ليا، قال لي ان هو ما خافش عادي، اتمرن زي ما بتمرن تحت، يبقى في ثقه. وطبعا في الكوره جوه التمرين كان بيصحح لي حاجات كتير طبعا، لانه عنده خبره كبيره جدا. كان بيصحح لي حاجات كتير. كويس. بدر قول لي بقى، انتوا عندكم منتخب ان شاء الله 2005 خلاص على مشارف هيعملوا منتخب مصر، طموحك برضه؟
هو انا اصلا 2006 بس اصغر كمان بس انا طبعا طموحي ان انا اكون في المنتخب وان شاء الله اقدر احقق ده ان شاء الله يعني ان شاء الله. مختار نفس السؤال برضو، انت ما طلعتش على العارضه؟ طلعت هو اللي طلع على العارضه. طب اجاوب على السؤال بقى. قول لي بقى منتخب مصر برضو 2005 يعني زي ما شفنا منتخب 2006 ما وفقش، 2003 2005 خلاص الفتره الجايه هيبقى ليهم منتخب. انا طبعا بحاول على قد ما اقدر المشاركه بتاعتي اللي بشاركها في اي ماتش اثبت نفسي، احاول اعمل اللي عليا عشان برضو لو في ناس بتتفرج تكون برضو شايفاني. تمام. يوسف، السؤال اللي سالته لحازم عن محمد الشناوي، واحد محمد الشناوي واحد من زيكم بالظبط خرج من قطاع النشئين بالنادي الاهلي. لا طبعا هو جون كبير وكلنا بنتعلم منه وبنحاول دايما نركز الحاجات الكويسه الكتير اللي بيعملها، دايما نتعلم منه ونشوف ايه اللي هو يعمله في الماتش او بره ونحاول نقلده علشان نوصل للخبرات الكبيره اللي هو وصل لها دلوقتي. وانا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لكم كل التوفيق، وفي يوم من الايام ان شاء الله توصلوا محمد لمستوى محمد الشناوي وتعدوا كمان محمد الشناوي ان شاء الله تحرسوا مرمى النادي الاهلي منتخب مصر. شكرا جزيلا.